إلى اليمن الآن، حيث تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي استهدف صباح اليوم نقطة عسكرية في محافظة حضرموت. وقال التنظيم في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيطر على 3 مواقع عسكرية. وأفاد مراسلنا أن 23 جنديا يمنيا سقطوا بين قتيل وجريح، وأصيب أكثر من 20 مدنيا جراء انفجارات واشتباكات شهدتها نقطة عسكرية في مدينة شبام. وأوضح المراسل أن اشتباكات اندلعت فجر اليوم بين مسلحين وقوات من الجيش اليمني غربي المحافظة، أعقبها تفجير عربة عسكرية أسفر عن مقتل من فيها من جنود. ومعنا من عدن مراسلنا نبيل اليوسي. نبيل، تنظيم الدولة يتبنى هذه العملية في منطقة من المعروف أن تنظيم القاعدة هو الذي يملك نفوذ فيها. ما هو حجم تنظيم الدولة في هذه المنطقة؟ نعم، هو منذ سقوط محافظة حضرموت بشكل كامل مع عناصر تنظيم القاعدة قبل حوالي 8 أشهر، كانت سيطرة تنظيم القاعدة بشكل كبير جدا على مختلف مناطق محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. الوقت الذي مر استطاع تنظيم القاعدة أن يرتب كافة ترتيباته هناك في محافظة حضرموت، وكذلك قام بعملية تدمير لمختلف الأضرحة ومختلف الأشياء التي تتنافى مع معتقداته. إذن فقد كان لتنظيم القاعدة حضور كثير في تلك المناطق، بالإضافة إلى أن هذه الكتيبة التي أو هذا هؤلاء الجنود في النقطة الذين تم استهدافهم هذا اليوم هم من الجنود الذين أعلنوا انضمامهم لشرعية الرئيس هذه، وكانوا يتمركزون في هذه النقطة. ربما أن تنظيم القاعدة يرى بأن هذا أو هذه النقطة ربما أنها قد يتخيل بأنه تنفع أو تدفع جماعة الحوثي، لكن تنظيم القاعدة مسيطر بشكل شبه كامل على محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. لكن يبقى أن لتنظيم الدولة الإسلامية أيضا وجود، وبالتالي هو من تبنى هذه العملية. هو تنظيم الدولة الإسلامية الآن يعني هم يطلقون على أنفسهم هناك بأنصار الشريعة، ولكن كلها هي تنظيم الدولة الإسلامية التي تتواجد هناك في محافظة حضرموت، ولكن بشكل عام تنظيم الدولة الإسلامية أو بشكل عام في محافظة حضرموت هو متواجد بشكل كبير جدا ويمارس أعماله بكل حرية دون أن تتدخل حتى الآن السلطات الأمنية في عملية مواجهته منذ تلك الفترة قبل 8 أشهر وحتى الآن. شكرا لنبيل اليوسفي، مراسلنا كنت معنا من عدن.